يعتبر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، يعتبر ضامنا لتعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. منظومة متكاملة من القوانين والمبادرات أطلقتها مملكة البحرين تؤكد جميعها أن حقوق الإنسان واقع وممارسة وتمثل قاسم مشترك في كافة الإجراءات، وحين يصل الأمر إلى دراسة تطبيق السجون المفتوحة فهذا يعني وجود رصيد كبير من إجراءات حقوق الإنسان التي تقود إلى مبادرات متقدمة. وضمن هذه المنظومة المشرفة في ملف حقوق الإنسان، تعتز البحرين بالتوسع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة في ظل انعكاساته الاجتماعية ودوره التأهيلي المتميز بما يجسد أسمى القيم الإنسانية في تحقيق أهداف العقوبة. وفيما تجاوز عدد من شملهم القانون حاجز 3000، تم مؤخرا تطبيقه على دفعة جديدة من المقرر أن تجد طريقها للعودة إلى المجتمع. أشكر جلالة الملك حطانا على إبداء العقوبة، وأشكر وزارة الداخلية أنعونا أشياء صحية، والحمد لله رب العالمين طلعنا لا فينا مرض كورونا ولا فينا أي شيء. نشكر جلالة الملك والله يحفظ لنا على استبدال العقوبة الذي سوّلنا نعم، وأشكر إدارة السجن وضباطها أنهم معتنين فينا وعناية الصحية. نشكر جلالة الملك على التوجيهات السامية في إصدار العقوبات البديلة، ونحن هنا في مركز الإصلاح والتأهيل نتلقى رعاية صحية. ويهدف تنفيذ العقوبة البديلة إلى إحداث تغيير إيجابي في السلوك، وفي الوقت ذاته تعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة، كون الإصلاح والتأهيل عملية متكاملة تحقق الاندماج الفاعل في المجتمع. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن الله حبانا بقيادة حكيمة تتلمس هموم المواطنين وتسعى دائما لنشر الفرح والسعادة في قلوب المواطنين، وخصوصا الأمهات، أمهات المسجونين والمحكومين في مختلف القضايا، وذلك من خلال الإفراج عن مجموعة من المساجين باستخدام نظام العقوبات البديلة الذي سنته مملكة البحرين ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في مبدأ حقوق الإنسان. وهذا ما نسير عليه دائما بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، ويسير عليه أيضا معالي الشيخ راشد وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد وزير العدل، وكذلك سعادة النائب العام الدكتور علي البعينين. هذا النظام، نظام العقوبات البديلة، يضعنا أمام فرصة قوية وكبيرة للعفو عن مجموعة من المسجونين، وأعطاهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وخدمة الوطن وفتح صفحة جديدة مع القيادة والوطن. العقوبات البديلة من القوانين المتطورة في مملكة البحرين ضمن منظومة العدالة الإصلاحية اللي تلحظ الإصلاح أولاً وبعدها تحديد عقوبة غير سالبة للحرية، يخدم من خلالها السجين المجتمع ويندمج بالمحيط. يساهم هذا الشيء في تعزيز الأمن الاجتماعي. إحنا اليوم نحتاج المزيد من التوسع في هذا القانون لتحقيق الغايات والأهداف اللي تم سنه من أجلها. وجود قانون متطور بدون توسع في التطبيق يحد من انعكاس آثاره على المجتمع. شهدنا دفعات شملها تطبيق هذا القانون مؤخرا، تم تطبيقه على دفعة جديدة، ولاحظنا جميعا الأثر الطيب البالغ والفرحة الكبيرة اللي انعكست في نفوس الأمهات والأهالي، وهو أمر نتمنى أن يتواصل وأن تدخل الفرحة للجميع في ظل ما نمر به في ظروف استثنائية. وكلنا أمل بأن هذه القوانين المتطورة، سواء قانون العقوبات البديلة أو سياسة السجون المفتوحة أو كذلك العفو الملكي المتواصل، بيساهم إن شاء الله في تحقيق نقلة نوعية فيما يخص السجناء والعدالة الإصلاحية وآثاره الإيجابية على استقرار هذا الوطن.
فلسفة خاصة اعتمدها قانون العقوبات والتدابير البديلة، محورها تحقيق الأهداف النبيلة التي تبتغيها عملية إصلاح النزلاء وتأهيلهم بالشكل السليم، بما يشكل دافعا للمضي قدما في كل المبادرات القائمة على حماية